وافى عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلنا القدس عاصمة لإسرائيل وتوقيع الاتفاقيات الخاصة بإجراء النقل من تل أبيب إلى القدس. وقف عليها ترامب كما وعد في حملته الانتخابية ليضع الجميع أمام موقف حرج للغاية. ماذا سيفعل العرب بعد هذا القرار الأمريكي؟ هذا القرار ربما كان يتصوره البعض ويراه كابوسا كبيرا، ها قد تحقق هذا الكابوس. ليصحو العرب من غفلتهم على هذا القرار الأليم الذي يصيب قلوب المسلمين والعرب في كل مكان بألم شديد. ترامب وهو يتحدث في خطابه قال أن إقامة عملية السلام في الشرق الأوسط لابد أن تقوم على أسس موضوعية، وهو يرى أن إسرائيل دولة ذات سيادة من حقها أن يكون لها عاصمة. هو أيضا يتباهى ويتفخر بدولة إسرائيل ويصفها بأنها قلعة ديمقراطية في المنطقة، ويقول عنها أنها أنجح الديمقراطيات في المنطقة. أيضا ترامب يؤكد إلى أن هناك واقع على الأرض يتمثل في وجود الكنيسة الإسرائيلي في القدس، المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس، مقر رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية في القدس، الحكومة ووزاراتها في القدس، الزيارات التي يقوم بها الرؤساء إلى إسرائيل ومنهم الرؤساء الأمريكيين ومنهم ترامب نفسه تتم في القدس. وبالتالي هو يرى أن هذا أشبه بإقرار لأمر واقع. هو في الوقت نفسه يحاول أن يقول أنه يسعى لإقامة سلام في منطقة الشرق الأوسط، لكنه يقول أنه تحدث مع الزعماء العرب في القمة التي عقدها في الرياض أن منطقة الشرق الأوسط تشهد سفكا للدماء، تشهد أمية، تشهد إرهابا. وبالتالي هو يرى أن إقرار عملية السلام في الشرق الأوسط لابد أن يقوم كما يقول على صيغ مقبولة من كلا الطرفين. هو يقول أن هذه المدينة مدينة ذات تاريخ كبير، يحق للمسيحيون والمسلمون واليهود أن يسيروا فيها، ولكنه يرى أنها عاصمة لإسرائيل، ويرى أن كل رؤساء الأمريكيين لم يقدموا على هذه الخطوة وأنه أقدم عليها لتصحيح واقع كان خاطئ. هو يقول أن منذ الاعتراف بإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن القدس عاصمة إسرائيل، وأنه اتخذ قرار في 1995 في عهد الرئيس الأمريكي كلينتون، إلا أن أي من الرؤساء الأمريكيين لم يلتزم به، فجاء ترامب ليكون الرئيس الذي ينفذ هذا القرار ويلقي بكرة اللهب في أرض العرب، في محيط العرب، وينظر ماذا سيفعلون. بالتأكيد كانت هناك دراسة لمواقف عديدة ترامب منذ قدومه إلى البيت الأبيض وهو يفكر في هذه الخطوة، كانت اتصالات كبيرة وكثيرة تتم بينه وبين الزعماء العرب لمحاولة بحث هذه المسألة. وغالبا ما كانت تأتي الرسالات ألا يقدم على هذه الخطوة لأن تداعياتها ستكون خطيرة. ترامب الذي يتحدث عن مواجهة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط لا يدرك على ما يبدو أن إقدامه على مثل هذا القرار سيغذي مشاعر الاحتقان لدى المسلمين في المنطقة، وسيشكل مشاعر معادية للولايات المتحدة الأمريكية. خلونا نتابع التداعيات. هناك أنباء تشير إلى كلمة مرتقبة للرئيس محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطيني بعد قليل، وأيضا كلمة للأمين العام للأمم المتحدة، وننتظر أيضا ردود الفعل على القرار. كانت معظم ردود الفعل تتحدث عن ضرورة عدم إقدام ترامب على هذه الخطوة، ولكن فعلها ترامب بالفعل.